نهارك ابيض يا خالد. صباح الخير عليك زميلي العزيز احمد علي، وصباح الخير عليك زميلتي العزيزه نيرفانا العد من داخل نادي الزمالك، ويوم جديد نبض 100 عقبه، وبالتحديد من داخل صاله تنس الطاوله بنادي الزمالك، واحده من الالعاب الهامه والمميزه جدا داخل نادي الزمالك، واللي حققت انجازات طبعا في بطوله الجمهوريه الفتره الاخيره. طبعا هنتكلم اكتر مع ضيفنا اللي مشرفنا ومنورنا الكابتن مصطفى عتيتو، طبعا مدرب تنس الطاوله بنادي الزمالك. يا كابتن مصطفى طبعا نهارك ابيض بخطين حمر، وتحيات الزملاء احمد علي ونيرفانا لحضرتك. صباح الخير وتحياتنا للكابتن احمد علي والاستاذه نيرفانا. كابتن مصطفى طبعا خلينا نبدا معاك، وكلمنا بقى على الانجاز اللي اتحقق الفتره الاخيره في بطوله الجمهوريه نادي الزمالك، سواء للناشئين او ناشئات نادي الزمالك يا كابتن. بسم الله الرحمن الرحيم. الاول هو الحمد لله، طبعا دي البطوله الاولى بالنسبه لمرحله 13 سنه و17 سنه، وتعتبر البطوله الثانيه اللي بينظمها الاتحاد في الموسم ده. فبالنسبه لل17 سنه الحمد لله احنا ربنا وفقنا اللاعب بدر مصطفى قطب، خد المركز الاول وفاز على لاعب النادي الاهلي اللاعب ياسين ياسر، لاعب قوي فاز عليه 3-0 في النهائي. واللاعب محمد محمود ابراهيم فاز بالمركز الرابع، والحمد لله للاسف يعني هو قابل بدر زميله في قبل النهائي، فكان لازم واحد بس منهم هو اللي يدخل النهائي والحمد لله. وبالنسبه لبطوله 13 سنه احنا عندنا 3 ولاد دخلوا دور الثمانيه، ومنهم 2 جوه دور الاربعه، يعني خدنا مركز ثاني ورابع وخامس، اللاعب محمد طارق واللاعب يحيى عمرو واللاعب مالك، ودي بتعتبر انجاز ليهم لان هم سنهم صغير، ودي اول يعني السن ده قوي شويه لانه بيبقى في مرحله وسط ما بين الناشئ، خلاص مخلص مرحله المبتدئين والناشئين، وهم دي اول مرحله ليهم في السن ده، لسه ليهم كذا موسم. البطوله بتبقى صعبه، بتبدا من اكتر من 350 لاعب، يعني بتبقى يعني البطوله دي كانت 66 مجموعه بالنسبه للبنات والولاد، ال 66 مجموعه كلهم 3 لاعبين كل مجموعه، لازم تكسب المجموعات، ومجنبين 64 لاعب، بناخد 64 نحطهم يبقى 128، فهم جايين من بعيد قوي الحمد لله، وربنا وفقهم في البطوله دي. كابتن خلينا نتكلم مع حضرتك، واكيد كان ليكوا دور ومجهود كبير جدا كاجهزه فنيه نادي الزمالك لحصول النادي على المراكز طبعا المتميزه طبعا للاعبين نادي الزمالك اكيد في البطوله الجمهوريه. طبعا الحمد لله، هو النادي طبعا عملنا معسكر اعداد قبل بدايه الموسم، والحمد لله الجهاز الفني كله ما شاء الله مركز، ومدربين على اعلى مستوى بقياده طبعا كابتن اشرف حلمي وكابتن احمد حلمي ومدير قطاع الناشئين كابتن مصطفى محمود. في حاجه بالنسبه برضو للاعبين دي انا عايز الفت نظر حضرتك، ان هو كان في اتجاه كده ان هم بعض اللاعبين يعني الناس بتقول النادي استغنى عنهم لان هم مش بيحققوا كده، كان الصراحه يعني كان كابتن احمد حلمي ليه وجهه نظر مختلفه ان الناس دي لا هتحقق وهتبقى كويسه، ووجهه نظره كانت صحيحه. من كلام حضرتك وعايزك بقى تكلمنا عن ابطالنا طبعا ولاعبين نادي الزمالك اللي منورنا النهارده في الحصول طبعا على المراكز المتميزه، خاصه طبعا يا كابتن مصطفى ان هم كانوا بعيد جدا عن التصنيف في الفتره اللي فاتت، ان هم يقدروا يحققوا اي انجاز لنادي الزمالك زي ما حضرتك بتقول. بالظبط، دي بالنسبه لهم سواء رحمه او جنى او مالك الحقيقه يعني بطوله تعتبر قويه وجامده، واحنا بالنسبه لنا عشان لعبه فرديه بتبقى العدد كبير والانديه كلها فيها لعيبه كويسين ومنافسه، غير الالعاب الجماعيه طبعا بيبقى 3-4 نوادي اللي مسيطرين. انا بقول لهم طبعا يشدوا حيلهم ولسه كتير، لازم يتعبوا اكتر، لان نادي الزمالك ما بيرضاش غير بالمركز الاول سواء على مستوى مصر او على مستوى افريقيا، وهم ان شاء الله في الاتجاه ده هم مصممين برضو، مع يعني انا برضو مش عايز اقول كل الاسامي عشان ما انساش حد، المدربين ما شاء الله القطاع كله سواء في الرجال او السيدات منظومه كامله كلها ناجحه داخل نادي الزمالك. كابتن مصطفى من زمان. كابتن مصطفى طبعا شرفتنا ونورتنا وبشكر حضرتك شكرا جزيلا، اتفضل. نادي الزمالك ببارك برضو لمجلس الاداره بقياده المستشار مرتضى منصور، لان احنا عندنا 2 لعيبه آسر سامح وفريدة محمد ثابت لسه راجعين، كانوا بيمثلوا مصر في معسكر الأمل الدولي وخدوا أول أفريقيا، فريدة محمد ثابت وآسر سامح خد تاني أفريقيا وهيمثلوا مصر في بطولة العالم، فكويس إن نادي الزمالك طبعا يبقى الاثنين اللعيبه اللي هيمثلوا مصر من نادي الزمالك. بنتمنى لهم كل التوفيق طبعا يا كابتن مصطفى، وزي ما قلت لحضرتك بشكرك طبعا شكرا جزيلا وشرفتنا ونورتنا، وبتمنى لحضرتك كل التوفيق ان شاء الله الفتره الجايه وتحقيق المزيد من الانجازات نادي الزمالك. كابتن الف شكر يا كابتن، ان شاء الله الله يخليك. طبعا مشاهدينا لسه مستمرين معاكم، ونروح بقى لابطالنا طبعا ابطال نادي الزمالك اللي حققوا ميداليات ومراكز مميزه جدا في البطوله الاخيره. طبعا برحب بيك وعرفني بيك بقى.
انا مالك محمد، لعيب في نادي الزمالك. الحمد لله اخر بطولة ربنا وفقني قولي بقى حققت ايه بقى؟ حققت مركز خامس، وان شاء الله البطولة الجاية ربنا يكرمني واحقق مراكز افضل. طبعا حابب اشكر المدربين جدا، خصوصا كابتن خالد حسن مدير كابتن 13 سنة، تعبوا معانا جدا عشان كده ربنا كرمنا، وان شاء الله البطولات الجاية اجيب مركز احسن. قولي بقى طموحك بقى مع النادي بقى الفترة الجاية؟ طموحي ان شاء الله اني احقق بطولات كتير مع نادي الزمالك، وهنلعب بطولة مصر الدولية، نلعب باسم مصر وباسم نادي الزمالك، ان شاء الله نقدر نحقق فيها حاجة ان شاء الله. شكرا. طبعا برحب بيكي وعرفينا بيكي بقى. انا اسمي جنى رامي السيد، تحت 13 سنة، من ناشئات نادي الزمالك. قولي بقى جنى حققتي ايه بقى في البطولة؟ الحمد لله يعني البطولة اللي فاتت ربنا وفقني وخدت مركز ثالث على الجمهورية، وان شاء الله يعني البطولات الجاية احقق مراكز الزمالك وميدالية ذهب ان شاء الله. قولي بقى اكيد دور الكابتن مصطفى والاجهزة الفنية نادي الزمالك اكيد كان لهم دور كبير جدا معاكم عشان يساعدوكم ان انتوا تحققوا مراكز وانجازات لنادي الزمالك. اه طبعا كابتن اشرف حلمي وكابتن احمد حلمي كانوا بيدعمونا وبيدونا توجيهات كتير جدا. كابتن مصطفى طيب، وكابتن مصطفى عطيته كان واقف لي في كل ماتشاتي في البطوله وكان بيدعمني في كل الماتشات، ويعني كان واقف جنبي. وكابتن احمد فايز مدربي وكابتن محمود فراج تعبوا معايا جدا في التمرين، وكابتن مصطفى محمود. قولي بقى طموحك بقى الفتره الجايه مع نادي الزمالك؟ ان شاء الله عندنا بطوله في شهر 10، بطوله مصر الدوليه، ان شاء الله هنمثل فيها اسم نادي الزمالك واسم مصر، وان شاء الله نقدر نحقق فيها حاجه وناخد اول ان شاء الله باذن الله. بشكرك وبتمنى لك كل التوفيق وان شاء الله مركز اول بقى المره الجايه. طبعا برحب بيكي، قولي لي بقى عرفينا بيكي وحققتي بقى ايه لنادي الزمالك في بطوله الجمهوريه؟ رحمه نصر الدين، وحققت مركز خامس، وان شاء الله البطوله الجايه احقق مركز احلى. وطبعا بشكر الكباتن على اللي هم عملوه معانا، وكانوا بيمرنونا وكانوا بيهتموا بينا يعني، وان شاء الله نحقق مركز حلو. قولي بقى رحمه بقى طموحك بقى الفتره الجايه مع نادي الزمالك، اكيد نفسك في المركز الاول اكيد في البطوله الجايه. ان شاء الله في بطوله مصر الدوليه، وان شاء الله نلعب باسم مصر وباسم نادي الزمالك ونحقق فيها مركز حلو. شكرا. يعني مشاهدينا دي كانت لقاءاتنا من داخل صاله نادي الزمالك لتنس الطاوله، واكيد كل التوفيق الفتره الجايه لجميع العاب نادي الزمالك، واكيد دائما نهاركم ابيض. زملائي المتالقين احمد علي ونيرفانا العبد، اشكرك طبعا، شكرا جزيلا زميلنا العزيز خالد غانم.